السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم رزيات دايز هالكلام. كيف ما كتلاحظوا معايا المرق ديالها غير دميعه ومعلكه وكتجي رائعه رائعه جدا جدا. كل واحد صراحه كيفاش كيصاوب المرزيه، كاين اللي كيصاوبها بالبصل، كاين اللي كيصاوبها بالثوم، كاين اللي كيصاوبها بلا حتى شي حاجه. مثلا انا كندير فيها غير واحد الفص ديال الثوم باش كنحافظ عليها اكثر. دونك غادي تشوفوا ان شاء الله معايا الطريقه والمقادير وحتى الطريقه باش نحتفظوا بها، واهم الاسرار باش تنجح لكم باش ما تفسدش لكم. فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو وشكرا على حسن المتابعه. عندي هنا 2 كيلو ديال اللحم، لحم الخروف او لحم العجل. الا درتو لحم العجل كديرو الملج، و الا درتو الخروف كديرو هو الرجيله او لا العنقره، كيكونوا فيها طريفات زوينين. كاين شي زمان كانوا كيديرو غير العظام. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا هنا درت الرجيله مقسومه. هنا عندي فص واحد ديال الثوم، 2 معالق ديال راس الحانوت ولا العطريه الخاصه بالمرزيه كتباع عند العطار سورتو الا كان ثقه. عندي هنا 4 معالق ديال الخرقوم، عندي هنا 4 معالق اولا قبيصه ديال زعفران شعره، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الملح، ونصف كاس ديال الماء باش غادي نشرملو الحينه ديالنا. دونك فواحد الاناء غادي نديرو اللحم ديالنا، وغادي نديرو هاد العطريه كلها فواحد الزلافه. بالنسبه للزعفران شعره فحكيتو شويه مع اليدين ديالنا كيف ما كتلاحظوا حتى ولا بحال البودغ. دونك كنديرو داك النصف الكاس ديال الماء اولا 4 كاس ديال الماء، وكنديروهم على اللحم ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنبقاو كنشرملو في هذوك الحينات ديالنا مزيان مزيان. ثم كنغطيوهم بواحد لو فيلم اليمونتير ولا بواحد البلاستيك الغذائي، وكنديروهم في الثلاجة ليلة كاملة حتى ليومين باش هذيك الشرمولة كتشرب مزيان في هذوك القطع ديال اللحم، وباش كتجينا المرزية رائعة. وفي هذا الوقت هذا كنجبدوها مره مره، وكنبقاو كنحركوها باش الحينات ديالنا كلهم كيتشرملوا. دونك ملي كدوز يوم او يومين كنجبدوا الحينات ديالنا. كنحتاجوا كاس بين زيت روميه وبلديه، يعني زيت نباتيه وزيت الزيتون، نصف ملعقه صغيره ديال السمن، ومعلقه كبيره ديال القرفه مطحونه. دونك فواحد الطنجره من الافضل تختاروا طنجره كبيره باش هذاك اللحم يطيب على خاطره وما يطيب شيء نحس. فإلا ما كانت شيء ماشي مشكل، انا هاد الطنجره هذه عندي فيها تقريبا 40 سنتيمتر. دونك كنديروا اللحيمات ديالنا، القرفه ديالنا، السمينه والزيت كيف ما قلت لكم، كاس ما بين زيت الزيتون وزيت النباتيه. بالنسبه للناس اللي الطنجره ديالهم كبيره كيف ما قلت لكم يديروا الماء غير نصف ديال اللحم، واللي عندهم طنجره صغيره يغطيو اللحيمه شويه باش تطيب. دونك هنايا درت تقريبا واحد 8 ديال الكيسان، انا نتوما على حسب الكميه ديال اللحم اللي غادي ديروا، الطنجره واش كبيره ولا صغيره. المهم هادو بعض الاشياء اللي خصكم تعرفوهم، يعني الماء بزاف غادي تضيع لكم المرزيه ديالكم. بالنسبه للزبيب فانا ما كنطيبوش مع المرزيه لا دابا ولا من بعد، كنطيبو بوحديتو فواحد طنجره صغيره. يعني كناخذ شويه ديال المرق اما دابا اما حتى كتغلى، وكنديرها في واحد طنجره صغيره كيف ما كتلاحظوا معايا دابا، لان الزبيب ما تقدش تعرف، يعني يقدر يديرها بيك ويتهرى عليك حتى لاخر مرحله. دونك اللهم ديروه في واحد الطنجره ويطيب على خاطرو، ما يطيبش حتى هو مدحس مع داك الشيء ويبقى كيتعلق ويبقى كيهرى. دونك كنخليوه ابا، وكنمشيو للطنجره ديالنا كنحطوها على الفحم وكنخليوها طيب، ومره مره كنقبلوها كنمشيو نشوفو فين وصلات. دونك بالنسبه للزبيب كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا، فكندير الزبيب اما كتكونوا دايرينو نقبل في الماء، اما كتغسلوه مزيان وكلشي وتنقيوه وكديروه في الطنجره. كتضيفوا عليه واحد شويه ديال القريفه وشويه ديال العسيله باش ما كيطيبش يعني حامض، يطيب شويه حلو. ثم كنخليوه جانبا، كنطيبوه غير نص طيبه، يعني ماشي الطيبه كلها، غير نص طيبه باش في الوقت اللي كنضيفوه للطنجره وكيتعسل كيجي هو هذاك. غادي نمشيو دابا نشوفوا الطنجره ديالنا فين وصلات. غير يبان لنا ان المرقه شويه عقادت وما بقاش غير الماء والتخت، وان اللحم دخلو طياب. غادي نبوبو عليه الغطايه، هذه شي حاجه كناكد عليها باش ما يهرالكمش اللحم، بوبو عليه الغطايه وخليوه يشرب ويتحمر شي شويه. ملي كيبان لنا انه شويه تحمر كنضيفوا زلافه صغيره ديال العسل. كيبقى العسل حسب اختيار كل سيده، يمكن لها تذوق وتشوف واش خصها اكثر او اقل. المهم انا هنا درت زليفه صغيره
بالنسبه للزبيب فدرت 200 غرام وانتم ديروا داكشي اللي بغيتو. ملي كنضيفوا العسل كنبقاو كذلك مبوبين والغطايه ديال الطنجره وكنبقاو كنحركوا هذوك اللحينات مره مره باش كيتحمروا لينا بلا ما كيتهرى لنا اللحم. كنضيفوا الزبيب كيف ما كتلاحظوا معايا منين صافي بقى قريب يتعسل كنضيفوا الزبيب وكنبقاو كنحركوا مزيان ودائما كنحث على ان الغطايه تبقى مبوبه بهذا الشكل هذا لان ما خصوش يتغطى عليه. دابا كيبان ليا ان المرق بحال اللي لاحظتوا ما بقاش ولا داك الزويطه من الفوق فكنبقاو كنقلبوا دوك العظيمات باش تعرفوا ان المرزيه صافي يعني وجدت. دوك العظيمات حتى هما ما كيبقاوش بويض كيوليو محمرين يعني ملي تشوفوا ان اللون ديال العظم ولا محمر فكتعرفوا ان المروزيه هي هذيك ما خصهاش تحرق. المروزيه ما كتكونش كحله لان ملي كتجي كحله كتجي خايبه. دونك ملي كنبغيو نقدموها وناكلوها داك الساعه كنضيفوا لها نصف كاس ديال اللوز مسلوق ومقلي في زيت بارده ومهرمش رقيق كيف ما كتلاحظوا معايا. دابا هاد اللوز هذا كيجي رائع جدا في المرق كيعلك لينا المرق وكيجي كروكون كيجي رائع جدا. وعاد غادي نخليو للتزيين طبعا يكون صاين. كاين بزاف ديال الناس اللي كيديروا اللوز مع المرق يعني كيدهنوا بشويه ديال الزعفران كيديروا في المرق. انا شخصيا ما كيعجبنيش هادشي اللي كاين. اهم حاجه نسيت ما قلتها لكم شي انا فاش نطيبوا المروزيه ما نغطيوهاش نهائيا يعني نديرو عليها واحد الزيت يكون عليه ثقوبات اولا الزيت ديال حياتي اللي يكون كيدخل لينا الهواء باش كتبرد نهائيا بحال هكا. عاد كنغطيوها لان الا غطيتوها وهي عاد طيبه وبالاخص الا كنتو غتحتفظوا بها لمده طويله غادي يرجع عليها الصهد وما غاديش تقدروا تحتفظوا بها لمده طويله. دونك ملي كتبرد لينا في الطنجره مزيان كيف ما شفتوا معايا كنديروها في واحد العلبه اللي باحكام. انا هنا غير بغيت نوريكم لانني كنت غادي ناكل هذاك الساعه كنديروها في واحد العلبه من بعد كديروها في الثلاجه وكتحتفظوا بها يعني وقت طويل. وكاين كلكم ديروها حتى في المجمد. دونك هنايا بالنسبه للوز اللي مهرمش كديروه حتى كتبغيو تقدموا. الا كنتو غادي تخبعوا المروزيه فكنصحكم انكم ما ديروش لانه كيرطب وانا داك الرطوبيه ديال اللوز ما كتعجبنيش في المرق. دونك كنتمنى نكون ما نسيت لكم حتى شي حاجه. اللي ما بغاش يدير اللوز في المرق ما يديروش كتجي المريقه بحال هكا صافيه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. الا باقي ما اشتركتوش في القناه شاركوا مرحبا بكم. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم. الى الفيديو الماجي ان شاء الله. شكرا على حسن المتابعه.